بنرجع مرة تانية مع حضراتكم. وطبعا ناس كتير بتعاني من السمنة ومش بتبطل أكل، وناس تانية بتتخن من مجرد انها تشم ريحة الأكل، وفي ناس الأكل بالنسبة لهم مزاج والمناسبات كلها أكل. ناس بقى نفسها تسيطر على الموضوع ده، ما يبقاش على طول عندها الإحساس بالجوع. علشان كده النهاردة معانا منى ياسر أخصائية التغذية، هتكلمنا عن كورس التخسيس بيقول عليه جبار، هنعرف منها إن هو جبار ولا لأ، وهنرحب بيها في ست الستات. ازيك يا منى؟ ازيك يا رحيم؟ كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة وبخير، وكل المشاهدين بخير يا رب. آمين يا رب. طبعا منى، انت عارفة ان في ناس بتتخن بدون مبرر، وفي ناس في مبرر للتخن ان هم بياكلوا كتير. عايزة اتكلم الاول خالص عن اضرار السمنة. اضرار السمنة الناس تفتكر انها في اللبس بس او في الشكل. لا طبعا، صحيا وجسديا واجتماعيا ونفسيا. ونيجي صحيا اكتر، ان الموضوع ده حرفيا بيؤثر على المناعة الجسدية بالسلب. عارفه انت كده بتضعفي نفسك بنفسك. ازاي الدهون اللي جوه دي بتؤثر على ايه؟ اعوذ بالله يا رب، بتعمل حصوات مراره. ازاي السمنه عامه بتعمل حصوات مراره، فشل كلوي، كانسر الامعاء، كانسر القولون، كانسر الكلى، كبد، هتلاقي فيه كوليسترول عالي. كوليسترول عالي ده مصيبه، بتؤدي طبعا بعد كده لازمات قلبيه وسكتة الدم وحاجات كتير قوي. ايه ده، وانا ممكن ادخل في الليله دي؟ ممكن لو بالتبعيه او تدريجيا بالسمنه ادخل في الحته دي وما بقاش عارف اروح فين. بس ايه ده، هو في حل؟ في حل، وتلحق تنقذ نفسك او تنقذي نفسك من المكان اللي حطيتي نفسك فيه، الزون او الكورنر اللي زنقتي نفسك فيه بتاع السمنه، وشايفه الدنيا سواد. لا تعالي بقى هنا النهارده، معانا شويه حالات حلوه قوي، وقد ايه عملوا نتائج مبهره، ابطال حرفيا. يعني ما تقوليش خلاص انا كده شكرا وفقدت الامل والدكتور قال لي عمليه يا خلاص ما فيش. لا، في حل غير العمليات. احنا بديل الجراحه، بديل البالون، بديل الحرمان الجامد، الحرمان وابر تدويب الدهون، والجلسات بالتبريد اللي هي مكلفه جدا. النهارده معانا عرض بقى مش عايزه اقول لك، مبهر جدا. إيه وجبار، عرض الانا سليم، كورس الانا سليم كله تمام، عباره عن اربع منتجات ومعانا هديتين، ونضيف عليهم لو طلبت اتنين كورس هتاخدي التالت هديه، وخصم 50% كمان. وشحن مجاني لجميع انحاء الجمهوريه. ايه ده، بيروح البيت مجانا؟ مفيش مصاريف توصيل وشحن خالص. كل اللي هتعملي الو انا عايزه الكورس، وتقولي حالتك الصحيه للفريق الطبي المختص اللي هيرد عليكي على التليفون. طب اطلبه منين يا منى؟ من الارقام اللي ظاهره على الشاشه دلوقتي، عليها كمان مكالمات وعليها واتساب وصفحه وان دايت عربي وانجليزي. يبقى قلنا اربع منتجات وهنشرحهم كل واحد. ايوه، بيعملوا ايه في الجسم، وازاي قد ايه بيرفعوا المناعه الجسديه. ايه ده يا منى، دول بيقولوا ان المنتجات التخسيس دي بالزبط بتاثر على المناعه الجسديه وتاثر على الامعاء وبتعمل اعراض جانبيه وحشه قوي قوي يا منى. ومش عايزين نذكرها يعني، او نذكرها لكم عادي. قرحه المعده، ارق، اكتئاب، الصداع المستمر، الصداع، ضغط عالي، ضربات قلب سريعه، تقول لك انا قلبي بيرفرف وانا باخد المنتج الفلاني المجهول المصدر. ونضيف عليهم بقى ان احنا مرخصين من وزاره الصحه المصريه. دي اهم حاجه، اخد حاجه مضمونه، وزاره الصحه مرخصه وانا مطمنه كده. وايه كمان، المنتجات التانية مجهولة المصدر، مواد كيميائية بيلعبوا زي ما احنا بنقول كده، بيلعبوا بالمخ والأعصاب. أما احنا منتج طبيعي، الكورس كله كامل طبيعي وآمن، حتى الهدايا طبيعية وآمنة ومرخصة من وزارة الصحة المصرية، وهنشرح دلوقتي إن شاء الله. طيب قبل ما نبدأ ونشوف الحالات النهاردة، منا مجهزة لنا حالات السنة كلها، أو يعني حالات نقدر نعتبرها للكورس ده هي الحصاد بتاعهم في أغلب الأوقات. احنا معانا صور وانتي بتشرح لنا كل صورة يا منا، اهي قدامنا على الشاشة. هتكلمينا كمان على آيتم آيتم من الكورس. حلو قوي، خلينا نتفق على حاجة، ان مشاكل، اول مشكله في مشاكل السمنه هي الكوليسترول والضغط العالي والكبد الدهني. أيوة، صح كده، الثلاثه رجاله او ستات. وهتلاقي ان بعض المناطق عندهم ابتدت تبقى كبيره قوي ومش لطيفه خالص، البطن والارداف والدراعات. والدراعات طبعا صح، مشكله كبيره جدا، ويا عيني بيروحوا يعملوا البطن بقى، الكرش. بصي الكرش ده ما شاء الله كده، ستات ورجاله كله. ايوه، انا بتكلم على حاجات هنا وهنا عند الرجاله والستات. فلو جينا بصينا للراجل ده تمام، هنلاقي ان هو كان عنده تثدي، ودي اكتر حاجه بتضايق الراجل طبعا، مش عارف يلبس عادل، مش عارف، الافخاد كبيره والارداف كبيره وكبد دهني والكوليسترول، وقلنا ان الحاجات والدهون عند الكرش كتير. طب يا منى، هو المنتج الانا سليم اللي هو اول منتج معانا في الكورس اللي هو عباره عن اربع منتجات بيعمل ايه؟ ده عباره عن الياف بيخليك تحس بالشبع فتره كبيره وقادره تسيطري على الجوع. اوكي، ايه ده، هو مش هيلعب لي في هرمونات الشبع والجوع؟ دي الياف، الياف اسمها سليم،
قشور بذور السليم، ده اول منتج. ده بيخليكي قلنا ده يعني طبيعي 100%، ده طبيعي. أيوة. ده بيحل الامساك ويحل مشكله القولون ويحل مشكله الناس اللي تقول لك انا بطني حساس او معدتي حساسه. صح. اول ما اخد اي حاجه او اجرب اي منتج بتعب يا منه قوي وقولوني تعبان ومش عارف، هيحل لي كل ده؟ ايوه، لان الالياف صديقه قوي قوي. مين القولون؟ للقولون موت. ايوه. فيحل مشكله الامساك. ودايما على فكره الاطباء بينصحونا ان جزء كبير من اكلنا يبقى بيتضمن يبقى الياف ألياف طبيعيه. صح كده. بالظبط. ففي الياف الستات عشان ما لا هنرجع تاني، نرجع للستات. احنا شفنا اول حاله كانت لرجل، دلوقتي أيوة. لبنوته، وعلى ما اعتقد يعني بعد ما شفتها بعد ما خست كده، دي صغيره في السن يعني. صغيره في السن وشها قد ايه فرق؟ مفيش ترهلات، ده اللي هنشرحه معانا النهارده في كريم شد الترهلات اللي هو بديل للجلسات وجلسات تفتيت الدهون والحقن تفتيت الدهون واللي هي البالون والجراحات قص المعده والحاجات اللي احنا كلنا بنخافين منها دي. لان انا خايفه ان تبقى ليها اثار جانبيه. وعايز اقول لك ناس كتير قوي راحت عملت الجلسات دي ودفعت فيها دم قلبها وفي الاخر تقول لك بطني رجعت اكبر من الاول. اما احنا معانا منتج، بس الناس قد ايه شده وقد ايه خسه برضه يعني نفس هي الموضوع. ممكن مثلا دي على الاقل تكون خست لها 20 30 كيلو، صح؟ بالتفاؤل يعني. ده 35 كيلو. 35 كيلو. ده المفروض تطلع من تجربه الفقدان الوزن جلدها مترهل. ده المفروض. معناها صغننه. أيوة. على الرغم ان هي لو اني لو خدت بقى اي منتج تاني، اما احنا المنتج بتاعنا زي ما اتفقنا كله بيخدم على بعض. عشان كده اول حاجه هي كانت مشكلتها ان عندها تكيس مبيض وكانت لازم تخس. طب الناس دي حرفيا لو انت شايفه الدنيا سواد والدكتور قال لك خسي وحرم نفسك، على فكره دي ممكن يبقى عندها بعد كده لما تتجوز، او لو هي مش متجوزه وبدات عايزه تخلف يبقى عندها مشاكل في الانجاب. ايوه. ما هو تكيس الموبايل ده يعني ربنا يعافينا يا رب كلنا، حرفيا بيبقى نفسها تحمل وتجيب بيبي، ربنا يرزقهم يا رب بالذريه الصالحه كلهم، ولكن مش عارفه ليه، لان السمنه عامله لها مشكله. طب منا انا عايزه اخس بطريقه طبيعيه وامنه واقدر ان انا اعمل يعني احقق حلمي اللي انا نفسي فيه. طب ازاي؟ يبقى احنا قلنا اول حاجه كورس الانا سليم، في قلنا اول حاجه اقراص الانا سليم اللي فيها الياف طبيعيه. صح. وهتحل لي مشكله الامساك، مش زي بقيه الدايت اللي انا بعمله يجي لي امساك. يقول لك دايت امساك، صح كده؟ بالظبط، وهو عدو الدايت الاول. صح. تاني حاجه هي اقراص الجارسينيا، دي عباره عن ايه؟ تعمل ايه بقى؟ عباره عن حاجه بتعلي، دي عشبه على فكره. احنا كل ده كله طبيعي. أيوة. العشبه دي بتعمل بتعلي مستويات الحرق، ولو انا بقى حرقي متوقف، لو انا بقى ما بخسش خالص هتعلي لي مستويات الحرق. ونزيد عليهم بقى كمان ان انا عندي نشاط بدني ونشاط ذهني. الناس تحس تقول لك انا قاعده قصاد الشغل متنحه. ايوه، مش ما يحكي كده واكله فول في تتنيحه كده. أيوة. اللي هي بتاعه الارهاق والخمول. أيوة. مش عايزه اقوم، مفيش طاقه. مين هيعطيه طاقه وهيسحب من الدهون دي ويحولها للطاقه؟ هي عشبه الجارسينيا. يبقى احنا عندنا تاني حاجه عشبه الجارسينيا. تالت حاجه وهي مهمه قوي، كريم شد الترهلات. اوكي. وده اللي انا بقول عليه انه بديل للجراحات والبالون، وان انا اعمل ابر شد. ده السمنه الموضعيه يعني، ممكن قوي يبقى عندي مثلا الجسم معقول. تمام. والبطن مش معقولة. صح. أو دراعات أو أفخاد أو أرداف، كل على حسب بقى الدهون عندك متمركزة فين. في الناس بقى اللي عندها البازوريز اللي ورا. رجعنا تاني أهو للشباب. للشباب. لا ده كان 15 كيلو كده ولا حاجه، خلصهم في شهر. منا في ايه وقت قد ايه؟ شهر. احنا نقدر نخس من 10 ل 15 كيلو في شهر واحد. أوكي. وكمان امن وطبيعي جدا جدا من اول سن 12 سنه لحد سن 70 يعني 80 سنه. يعني ممكن الصغننين كمان اللي هم بيعانوا من السمنه دي مبكره، اللي هتقرفهم في حياتهم كلها. صح. يبداوا من سن 12 سنه من بالكورس. من اول امن وطبيعي بكل مكوناته من اول سن 12 سنه لحد سن 70 80 سنه. تخيلي منتج طبيعي لانهي درجه ومرخص من وزاره الصحه. بقول تاني، احنا النهارده بنتكلم عن حصاد 22 وجايبه لكم، قلت لكم العرض الجامد جدا جدا. هتاخدوا كورس اتنين كورس، وكل كورس فيهم عليه خصم 50%، والتالت مجانا وعليه هديتين، اربع منتجات وهديتين. ورجعنا تاني كريم شد الترهلات عشان الناس تقول لك لا انا عايزه كريم شد الترهلات ماليش دعوه. أيوة. مش هقدر استغنى عنه. رجعنا لكم الكورس تاني، ست منتجات، اربع منتجات وهديتين. نيجي بقى لاهم حاجه. احنا ما قلناش الكريم شد الترهلات مكوناته ايه. مكوناته كولاجين وكافيين. احنا نعرف ان الكافيين ده حاجه كده حارقه للدهون. صح. صح. احنا ربنا سبحانه وتعالى مدينا نوعين دهون، دهون تحت الجلد زي اللي هنا دي او اللي عند الكرش، والنوع التاني حشويه اللي هي بين الاعضاء. ايوه عند الكلى، عند الكبد، عند الامعاء، هي متبحشيه كذا المحشي. يبقى النوعين دول. هو بقى الكريم شد الترهلات ده بيشتغل على النوع الاولاني اللي هو الدهون اللي تحت الجلد. تمام. يبقى انا خسست من جوه
وحسيت بالشبع من جوه، وقدرت ان اسيطر على الجوع، وعليت مستويات الحرق وحرقت الدهون الجوانيه والدهون العنيده، واللي بره كريم شد ترهلات هيشتغل بقى على ايه. طب ممكن السيلوليت يختفي؟ ممكن اللي هي عارفه التعرجات هي دي التعرجات اللي بتبقى باينه على السطح؟ بس خفيفه قوي على الستات دي جدا وما بتروحش هنا بقى بالزبط. او الافخاد صح. او الارداف، تقول لك انا بلبس طويل عشان بلبس جيب عشان انا مكسوفه من شكل التعرجات دي، احس ان انا شكلي مش طبيعي كده، ويقول لك مش عارفه جلسات بكام وعامل لي 12 جلسه مش عارفة. لا تعالي بقى تسخين تبريد ايوه والحاجات دي. احنا عندنا الكوفر طبيعي وامن، وعايزه اقول لك كمان ان كريم شد الترهلات بقى بيشتغل على السيلوليت ده اللي هي تعرجات الدهون. أوكي. هيحرق لك الدهون اللي تحت الجلد وهيخلي الجلد مشدود بايه؟ بالكولاجين. يبقى انا حرقت الدهون اللي تحت الجلد من غير جلسات وبديل البالون وبديل لمليون حاجه ثانيه غير امنه وغير صحية وغير طبيعية. احنا عندنا هنا كافيين وكولاجين، والاثنين احنا دلوقتي بنجري وراهم، كل الستات بتجري دلوقتي ورا الكولاجين. يقول لك عايزه كريم فيه كولاجين. أيوة. اهم حاجه الكافيين عشان اخس او يعني يخفف الدهون من منطقه معينه. يبقى احنا كده حرقنا الدهون وشدينا الجلد وخلينا مظهره حلو ومبقاش مكسوفه من نفسي. صح. ونضيف عليهم كده احنا اخر حاجه سامرون. سامرون ده بقى عباره عن شويه فيتامينات ومعادن كده. لا سامرون ده مالتي فيتامين، يعني أيوة. برودكت واحد. أيوة. فيه مجموعه من الفيتامينات فيتامينات ومعادن خمسه. تخيلي انا لو رحت الصيدليه هشتري حاجه واحده بس. صح. لكن ده فيه خمسه. اول حاجه الحديد، تاني حاجه فيتامين سي وزنك ب12 وفوليك اسيد. هاتي لي ست مش محتاجه دول. لا ده عشان شعري وعشان ده مش ست بس، ده والرجاله كمان. صح. على فكره ده مهم للمناعه بتاعتنا واحنا في فصل الشتاء، يعني كل الناس عندها ادوار برد مقعداها في البيت. اه والله الكحه، كل الحاجات دي محتاجه مين؟ فيتامين سي. طب محتاجه مين بقى عشان احس ان انا قويه وان انا زي ما نقول كده فيها عافيه وفيها صحه؟ الاكسجين. مال الاكسجين بالحديد؟ عايزه اقول لك ان الحديد شايل على ظهره كده الاكسجين وبيوزعه على الخلايا. ما عندكيش حديد ما عندكيش اكسجين. هرس وحده الاكسجين ده اساس الجسم. يعني اللي عنده انيميا عنده نقص حديد ما عندوش اكسجين. شكرا كده. اي ما عنديش تنفس اساسا. نرجع تاني للحالات واحنا بنكمل بقيه المكونات بتاعه الكورس، لان كل حاله من دول يعني لازم نقول لهم برافو عليكم. برافو عليكم انكم وصلتوا من النتيجه دي للنتيجه. والله ابطال حرفيا، والله ابطال. عايز اقول لك لما يخس 35 كيلو في 3 شهور حرفيا بطل. طبعا ان انا افضل مستمر. تكلميني عن المعاناه، هل بيبقى فيه يعني معاناه ولا الكورس ده ممكن يخلي ما فيش المعاناه حتى في الحاله اللي قدامي دي؟ يعني طبعا اختلفت. جابت اربع اطفال بعد الرابع الدنيا جسم ضرب. طبعا عايز اقول لك كلنا بعد الحمل والولاده بنبقى واخدين مثلا كده يجي 25 كيلو كده بالسلب. ده حقيقي. مين هيعرف يظبط الموضوع ده ويخسسني من كل الحتت اللي مضايقاني في جسمي بطريقه طبيعيه وامنه ومن غير ما يحصل لي ترهلات؟ هو كورس الانا سيليوم. زي ما اتفقنا انا اهم مشكلتي ايه في الدايت؟ الجوع. صح. طبعا يعني انا لما بعمل دايت ببقى جعانه، باجي بالليل بفضل طول اليوم ماشيه تمام. حكاية انت قلتي يا منى حاجه مهمه قوي، في ناس بتقدر تمسك نفسها طول النهار. صح. قبل ما تدخل تنام يعني بيحصل انقضاض على الثلاجه. ليه؟ بقها جوه الثلاجه. يعني الكورس ده ممكن يساعدني في النهم الليلي ده او. أيوة. الشره الليلي زي ما بيقولوا عليه، بيسموه هرمون الثلاجه بتاع بالليل. هرمون الثلاجه. ليه بقى؟ عشان انا طول اليوم حرمه نفسي. اوكي. ماشيه تمام جدا. اجي بالليل. سوري على مقاطعتك. احنا زمايلي طلعوا لنا الصفحه اهي يا جماعه، دي صفحه وان دايت على فيسبوك. اللي عايز يعمل الاوردر او حتى كمان يسال اي اسئله كلميني عن الصفحه هستفيد منها المختص. ايه منها؟ ايوه الفريق الطبي المختص هو اللي هيرد عليهم بنفسه وهيقدر يقولوا له الحاله من الالف للياء، الاسم والحاله الصحيه والهيستوري بتاع العيله، لو في حاجه لا قدر الله، لو في امراض مناعيه، لو في ضغط سكر، اي حاجه، لو في ادويه كمان بياخدوها. لو يقولوا لهم حلمهم هدفهم ايه، نفسهم يوصلوا لايه، الجسم اللي هم بيحلموا بيه، ويقولوا للفريق الطبي كل حاجه، والفريق الطبي هيقدر يساعدهم في كل حاجه. جينا الصوره دي جامده قوي، الصورة دي جامدة. والراجل ده كان بيعاني معاناة جامدة قوي بجد. 30 كيلو لسه مكمل، لسه ناقص له 5 كمان مثلا كده عشان يوصل لل 35 وكده. شكرا قوي. عايزة أقول لك إن هو خسهم في 3 شهور، يعني كان ماشي تاتا تاتا، لأن إحنا قلنا الحد الأدنى 10 كيلو يقدر يخسهم في شهر واحد بس. ما شاء الله. لحد 15 كيلو. طب هل أنا محتاجة أمارس رياضة قوية؟ هل لازم أروح الجيم كل يوم؟ ولا أي حاجة. افرضي عندي مثلا المفاصل، ركب، كبار السن ما بيقدروش يلعبوا رياضة زي زمان. ايوه احنا بقى مخصصين للناس دي اللي ما عندهاش وقت، اللي ما عندهاش حاجه كمان يعني ماديا مش قادره اروح لدكتور تغذيه واروح لجيم واشترك هنا واشترك هنا واجيب مش عارفه اكل، يقعدوا يقولوا لي اكل مخصوص ومش عارفه ايه، وانا صراحه منها ما بحبش الحاجات دي. انا عايزه حاجه طبيعيه وامنه بجد. انت شايفه انا مش محتاجه اتكلم، انت شوفوا الابطال اللي معانا
طب انا عايزه ارجع تاني هرمون الثلاجه والنبي. هرمون، ما هو اكيد كل الحالات دي كانت برضو بتعاني من هرمون الثلاجه. ايوه، اللي بيحصل بالليل بيجي طول ما انا طول اليوم حاطه نفسي تحت ضغط نفسي وضغط عصبي ان انا بعمل دايت، باجي بالليل وبوظ الدنيا. ليه؟ عشان هرمون الكورتيزول بيبقى مرتفع قوي وانا ضغطه نفسي نفسيا. صح. فبالتالي هرمون الكورتيزول لما بيرتفع، شكرا، انا مش عارفه اسيطر على اي حاجه. هو شايف نفسه انت حرماني طول اليوم، طب بصي بقى انا فتحت على السابع. ايوه ولا اي كنترول. فمين هيعرف يظبط لي الموضوع ده؟ الاربع منتجات اللي احنا قلنا عليهم اللي هو الاناسيليوم، اقراص الاناسيليوم، اقراص الجرسينيا، وكريم شد الترهلات، وسامرون اللي هو فيتامينات ومعادن اللي بيكون الجسم في احتياج. هو يعني ايه انا جعانه؟ يعني الجسم عايز فيتامينات ومعادن عشان يقدر ان هو يجدد نفسه. صح. ويديني طاقه. طب لو انا عندي نقص في فيتامينات ومعادن زي الحديد، زي الزنك، زي فيتامين سي، زي فوليك اسيد، زي ب 12، انا حرفيا هبقى عندي نهم ناحيه الاكل. صح. يبقى انا طول ما عندي نهم اعرف ان انا عندي نقص فيتامينات ومعادن. الفيتامينات والمعادن هيتظبطوا فين؟ لما اخد السامرون المنتج الرابع، كل ده عليه خصم 50%. وقلنا بقى النهارده العرض الجامد جدا جدا ان احنا معانا هديتين، شامبو وسيرم لوقف تساقط الشعر. الله، ده اللي بيعمل دايت دايما بيعاني من ان شعره بيقع. الصوره دي عايزه اقف قدامها شويه، لان في طبعا واضح بنوته وكان ممكن تستسلم للسمنه اللي احنا شايفينها على الشمال، لكن رفضت وتواصلت معاكوا، حلتوا لها مشكلتها ازاي يا منى؟ عايزه اقول لك، هي خست الوزن ده على 4 شهور ونص. خست قد ايه؟ خست 45 كيلو ولسه مكمله. يا حبيبه قلبي، برافو عليكي، برافو عليكي. عايزه اقول لك ان هي بعد، يعني ايه لسه مكمله؟ يعني بتثبت. يعني ايه ثبات؟ ايه ده كورس انا سليم ينفع اخده وانا بثبت؟ ايوه طبعا، مهم. لان هو مكمل غذائي، فينفع ان انا اخده بجرعات معينه عشان اخسس، ولما اجي خلاص اثبت على الوزن اللي انا نفسي فيه او اللي انا كنت عايزه ارجع بقى في الوزن. أيوة. تاني اخد كورس انا سليم كمكمل غذائي. يا منى، يعني انا هفضل اخد كورس طول حياتي؟ لا، احنا بنيجي فتره نثبت، وقلنا الفريق الطبي المختص بيكون معاكي خطوه خطوه، وهو اللي هيقدر ان هو يظبط لك موضوع ان انا عايزه اثبت ده. انا خلاص كده الفريق الطبي بيقول، بتبقى متابعه. هل ممكن يوصف لي الفريق الطبي دايت معين امشي طبعاً عليه؟ ولو مش عايزه دايت ممكن يقول لي ايه الحاجات اللي اقدر اعملها عشان الكورس طبعاً يشتغل كويس؟ احنا سبورت وداعمين جدا جدا لكل الكلاينتس اللي حرفيا عايزين يخسوا وعايزين يوصلوا لاهدافهم. عشان كده بقول بقى سنه جديده ناخد قرارات بقى، خلاص بقى كفايه انا بقى دايت، بوظنا الدنيا في الدايت ويويو تعبنا. والله تمشي على الدايت شويه وترجع تاني يويو، كل شويه تسيب وترجع، تسيب وترجع، تسيب وترجع، وتقول لك دايت مش عارفه الميه ودايت كل الحاجات دي خزعبلات. في طرق كتير على فكره، انا مش ضد الطرق الكتير دي يا منى، لكن انا عايزه حاجه تساعدني حتى لو انا قررت امشي على دايت معين، تساعدني تحسسني ان انا شبعانه واقدر بقى اختار الاكل اللي انا اكله. حلو جدا. عايزه اقول لك ان الحاجات في كده دايتات معينه بتوقع المناعه الجسديه على فكره. وانا عارفه ده كويس. بيجي لي ناس حرفيا تقول لك جربت الدايت الفلاني لمده مش عارفه شهر، جالها غده درقيه في شهر واحد، لان هي اصلا مناعتها كانت منخفضه. أوكي. واصلا فيتاميناتها والمعادن بتاعتها اصلا منخفضه، جت بزياده دخلت الجسم في حاله الحرمان، وقع تماما. اول حاجه ضربت عندها غده درقيه، تلاقي عندها جالها مشاكل حصوات مش عارفه ايه حصل لها، مش عارفه بقت عندها حاله عصبيه. خلاص، ما هو الهرمونات ابتدت تحصل لها خلل. واحنا جسمنا كسيدات او رجاله هرمونات وفيتامينات، لو ظبطنا الاثنين دول خلاص ما عندناش مشكله. ايوه، الامعاء بقى دي مش مشكله، دي يعني حرفيا لازم نهتم بيها قوي. لان المعده بيت الداء، اذا صحت صح الجسم باكمله. فانا دلوقتي الامعاء دي العقل الثاني للجسم. تخيل العقل الثاني، يعني احنا عندنا اثنين عقل، واحد فوق كده وواحد هنا. لو انا ما ظبطتش اللي هو العقل الثاني اللي هي الامعاء، انا شكرا، جالي امساك، جالي عدم انتظام في حركه الامعاء. الامساك ده لوحده مصيبه، لان انت تخيلي البراز ده سموم كلها، سموم الفري راديكلز اللي هي دلوقتي طالعين عمالين كلهم يتكلموا طبعاً عليها، طبعا بيقول لك بتسبب كل الامراض. أيوة. الوحشه اللي هي السموم. برضو ده شابو بجد، يعني لو ما انجزش حاجه في 2022 غير ان هو خس الوزن من ده لده، فهو قام باللي عليه السنه دي وزياده. والله شابوه بجد، والله شطوره جدا. بصي بقى، هنا كرش البالونه ده اللي هو بيبقى اظن ما كانش ممكن يلبس البدله دي ولا بالشياكه دي غير لما ينقص الوزن ده. تخيلي بقى انت لما يكون عندك مناسبه وتبقي خاسه كده وواثقه في نفسك ورايحه المناسبه، قد ايه انت بتبقي فخوره بنفسك. عشان كده بقول كل الستات كمان. ايوه، الستات قد ايه بتبقى فخوره بنفسها لما يكون عندها مناسبه كده ورايحه وهي لابسه لنفسها فيه، وشايفه ان الهدوم حلوه عليها وجميله عليها ومش لابسه واسع، ولا يقول لها ايه ده انت مالك تخنتي وعجزتي وكبرتي في السن كده ليه؟ صح، مظبوط والله، صح كده. واللي تقول لها انت لا يمكن يا بنتي تتجوزي وانت مش عارفه وزنك كده،
نقدر نطلب الكورس من على صفحه وان دايت عربي وانجليزي اللي ظاهره دلوقتي على الشاشه، والارقام عربي سوري الارقام عليها واتساب كمان ومكالمات يقدروا يطلبوا من عليها الكورس. يعني يقدروا يا اما يبعتوا مسج يا اما يتصلوا بيكوا مباشره على ارقام التليفونات. الفريق الطبي المختص هو اللي هيرد عليهم ويعرفوا الحل. خلينا بقى ننوه على حاجه مهمه قوي في الفريق الطبي المختص. اتفضل. احنا عندنا متابعه مجانيه اسبوعيه مع الفريق الطبي المختص. يعني ايه يا منى؟ يعني انا مش محتاجه ان انا ادور عربيتي او حتى اروح عند اي حد واصرف فلوس واصرف بنزين واصرف فيزيتا. المتابعه دي مجانيه؟ مجانا. اوكي. هوفر وقت وهوفر فلوس وهوفر جهد وانتظار. يعني انا هروح انتظر واستنى دوري ومش عارفه ايه، ويا ترى هل ترى هخس ولا مش هخس. طب هما بيسالوهم ايه الفريق الطبي؟ يعني ممكن يكون ايه؟ الحاله الصحيه من الف للياء. لازم لو بتاخدي اي ادويه، اي فيتامينات، لو في اي امراض في العيله لا قدر الله، عشان نعرف ان في حاجه ممكن وراثيه تؤثر ولا لا. ايوه صح. عندك اي مشاكل، بتاخدي اي ادويه زي ما اتفقنا، في ضغط عالي، في سكر. بس عايزه اقول لك على حاجه، ان كورس الانسيليوم من الالف للياء طبيعي وامن حتى على الامراض المناعيه. يعني ما بيتعارضش مع ادويه الضغط والسكر والكوليسترول والقلب والحاجات دي. بالعكس، ده هيعالج لنا ان شاء الله، يخلينا نبطل الادويه دي، لان هو زي ما اتفقنا بيخسسني طبيعي. فانا لما اخس الكوليسترول هيحصل له ايه؟ هينزل. هينزل صح كده؟ والضغط هيحصل له ايه؟ اللي هو بسبب الكوليسترول. بالظبط، هينزل برضه الضغط هيبتدي يتظبط، مع ان انا ظبطت المناعه الجسديه تاني. فلما اظبط المناعه الجسديه جسمي يبتدي اخس بصحه، ودي مهمه قوي. ناس كتير بتخس، هل خسوا بصحه ولا مش لا؟ مش كلهم. لا صح، اللي بيخس بحرمان بيعيا، يعني حرفيا بيقع. عارفين مناعته ما بتبقاش، وخصوصا في فصل الشتاء يا جماعه، اي دور برد سليم بيخلطش وكده هو ماشي في الطريق. طيب بالنسبه للكريم، فاتني اسالك حاجه منا. بالنسبه احنا عارفين ان الكورس من ضمنه الكريم الخاص بالسمنه الموضعيه او بالسيلوليت والدهون، الدهون اللي هتتحرق دي هتروح فين؟ يعني حلوة. ما هو اكيد لها ليها ميكانيزم معين، ميكانيزم معين يمشي بيه الكريم. خلينا نتفق ان الدهون اللي بتتحرق دي، قلنا احنا ربنا سبحانه وتعالى بيخلينا نحرق بطريقتين، يا اما عن طريق اخراج الميه، العرق، التبول، والبراز. كل ده الحرق لما بيشتغل بينزل جزء من الفضلات دي اللي هو بتاع الحرق. اوكي حلو. وفي جزء تاني التنفس. عشان كده بقول لو مفيش اكسجين مفيش حديد، مفيش حديد مفيش اكسجين. عشان كده الحرق من اهميته ان لازم يكون فيه اكسجين، ده اهميه الحديد والاكسجين في الجسم. يبقى احنا عن طريق التنفس بنتنفس كده، وبنعمل نشاط بدني ونشاط حركي، وبتحرك كده في المكان واقدر ان انا اروح واجي ومفصحصحه كده. الجارسينيا، عشان كده قلت اقراص الجارسينيا قد ايه مبهره وبتحرق وبتعلي مستويات الحرق. 35 كيلو انا جاي. بصوا 35 الرقم ده كبير قوي على فكره. بجد. والله انا عارفه ان انا خسر 35 كيلو. هو لسه فاضل له طبعا، لسه عايز هيخس تاني، بس يعني هو لسه مكمل. النتيجه دي نتيجه مبهره لوحدها، بدون ترهلات، بدون ما يجي له اكتئاب، وبدون ارق، وبدون مشاكل في الامعاء. تخيلي ان انا حليت اهم مشكله، مشكله الكبد الدهني والكوليسترول طبعًا. اغلبيه الحالات دي، اغلبيه 100% من الحالات دي السمنه اللي هي بتبقى يعني زي ما نقول اوبيس بقى، عارفه اللي هو عنده سمنه مفرطه، يعني السمنه المفرطه. او حتى عايزه اقول لك والله كمان ان الناس اللي بتبقى مزنوقه في 20 كيلو دول برضو ساعات بيبقى عندهم سمنه وعندهم كبد دهني. ليه؟ لان هم هتلاقيهم قصيرين مثلا، فعندها زياده 35 كيلو مثلا، فبالتالي 35 كيلو مع حد قصير دي دمار. دمار حرفيا، بتبقى شايفه الدنيا بتقول لك انا 85 كيلو تحسيهم مش كتار، بس هي عشان قصيره فقد ايه حاسه ان هي تخينه ومش قادره اتحرك، مفاصلها بتوجعها بسبب الوزن الزياده ده. فاحنا ازاي نحل المشكله دي؟ ان اول حاجه قلنا اقراص الانسيليا هتخليني شبعانه فتره كبيره وقادره اسيطر على الجوع. تاني حاجه معانا اقراص الجارسينيا اللي هتعلي معايا مستويات الحرق وتخلي الحرق عندي عالي وعندي نشاط ذهني. انت قلتي في وسط كلامك الغده الدرقيه، هل الجارسينيا ممكن تخليني احرق اكتر؟ طبعا. يعني هل ليها تاثير؟ لان دايما مرضى الغده الدرقيه عفوا الخمول بيبقوا ما بيخسوش، ما بيخسوش وما بيحرقوش. بالظبط يا فندم. انا كنت مريضه غده درقيه خمول، والحمد لله شفاني ربنا سبحانه وتعالى وعافاني. تمام. نقدر ان احنا لما نخس المناعه الجسديه تتحسن، فالجسم يتشافى. ما فيش حاجه اسمها مرض خلاص هعيش معايا بقيت عمري زي كده الناس تقول لك خلاص انا هفضل بدهوني دي طول عمري. ابدا. ينفع تخسي في امل. احنا داخلين على سنه جديده ان شاء الرحمن، وان شاء الله سنه جميله علينا كلنا. يا رب. ناخد بقى القرار اذا كان انا وصاحبتي، انا ومامتي، انا وسلفتي، احنا عايزين جروب. ايوه يتنافس كده مع بعضه، ويبقى هيطلبوا كورسين والتالت مجانا. يعني هم ممكن هم الثلاثه يطلبوا مع بعض.
ايوه صح؟ البيت يطلب مع بعض ويستفيد من العرض الرهيب ده. تخيلي الكورس يعني اثنين كورس عليهم خصم 50%، يعني ده عليه خصم 50% وده عليه خصم 50%، كانه كورس واحد، كانه كورس واحد، وكمان الثالث مجانا. وهيوصلكم ست منتجات، قلنا اربع منتجات، انا سيليوم واقراص الجرسينيا وكريم شد الترهلات اللي هيحرق للدهون ويعالج للسيلوليت، وسامرون اللي فيه فيتامينات ومعادن، وعليهم هديتين، شامبو لوقف تساقط الشعر وسيرم لوقف تساقط الشعر، وخصم 50%، والشحن مجاني، انتوا مش هتدفعوا شحن، انتوا هتاخدوا الخصم 50% زي ما هو جميل. لغايه البيت، لغايه لحد البيت هيوصلك وجميع المحافظات يعني انحاء الجمهوريه كلها، يعني مش في القاهره والجيزه بس كده حوالينا وخلاص، جميع انحاء كل الجمهوريه المصريه العربيه. طيب نرجع للصور تاني، لان بجد يعني اقل تقدير او تكريم ليهم ان صورهم تتعرض. اه والله بجد، وقد ايه المجهود أطلع اللي هم بذلوه، لكن بدون الم وبدون عناء رهيب قدروا ان هم ينزلوا يمنا الكيلوهات دي. ده بدون ما اروح اقص معدتي اللي هي يعني نعمه من عند رب العالمين سبحانه. تمام، عايز اقول لك في ناس خلاص ده حياته اختلفت. ده لا ده بقى ده شخص بقى شخص تاني خالص. ده حرفيا خس 35 كيلو. بصي هنا كان شكله كبير ازاي، بصي أيوة هنا بقى الشكل كده كانه كبير في السن، هنا اتضح ان هو شاب صغير. يعني كده بنقول ان السمنه بتخلي الواحد شكله عجوز. صح، وشكله كده يعني اللي هو انت يا بنت تقول لك يا بنت انت كبرتي في السن ولا ايه اللي حصل لك؟ انت عندك كام سنه؟ تقول لك تقول لها مثلا انت 25، تقول لك ايه وعامله قدك؟ ده اسمه تنمر مش لطيف خالص. طبعا احنا كمجتمع بنحب نتنمر عليه. لا بس غلط يعني، غلط الناس نفسيا. عايز اقول لك بتبطل تحضر مناسبات، تخاف تنزل الجامعه، تخاف تقابل اصحابها، يقول لها يا بنتي انت كمان هتطلبي مش عارفه احنا قاعدين، انت مش كفاكي اكل، انت مش كفاكي الحاجات دي. هي جعانه، هي مش عارفه غصب عنها ازاي. تعالي بقى احنا بقى هنظبط لك كل ده بكورس طبيعي وامن وملوش اي اثار. يعني معنى كده الكورس ده ممكن لما تاخده تبقى قاعده وبتبص على الاكل ومش حاسه بالجوع، بالجوع اللي رهيب بالظبط، او شراهه الاكل. مش دي المشاكل بتاعت أيوة الناس طبعًا اللي عندها مال بياكلوا ليه؟ ايوه احنا بقى بنحل المشكله دي. قلنا اقراص الاناسيليم اللي هي قشور بذور السليم اللي من ضمن الاربع منتجات اللي هو اول منتج معانا اللي بيخليها شبعانه، حتى لو قدامها الاكل هتاكل منه حاجه بسيطه خالص وهتبقى راضيه عن نفسها، لان من اول اسبوع هتخس 4 كيلو. حاسه انها فل، تخلي 4 كيلو في اسبوع. واو، بطريقه طبيعيه وامنه ومن غير اثار جانبيه ومن غير ما يحصل ترهلات ومن غير ما اروح اقص معدتي لا قدر الله، لان الامعاء دي قلنا العقل الثاني للجسم، نعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى. واضرار بقى العمليات دي، اول حاجه اضرار العمليات اللي هي بتاعت قص الامعاء اللي هي التكميم، اول حاجه الترهلات. طب انا بقول لك هخسسك بطريقه طبيعيه وامنه ومن غير ترهلات، عشان في كريم شد الترهلات اللي موجود في الكورس الاناسيليم يا منى، يعني انا هخس وهشبع وهقدر اسيطر على الجوع، وكمان مستويات الحرق عندي هتزيد وهتشد ترهلاتي وهتظبطوا لي المناعه الجسديه بفيتامينات، وكمان هديتين شامبو وسيرم لوقف تساقط الشعر وشحن مجاني. ايوه يا فندم كل ده عندنا، ومتابعه مجانيه اسبوعيه مع الفريق الطبي، يعني مش محتاجه تتحركي من البيت. طيب سؤال بقى، لو وصلت للوزن المثالي، هل يعني في منتجات احيانا ابطل اخدها من هنا ارجع كل أرجع للوزن اللي انا فقدته تاني؟ صح. ايه بقى؟ احنا ما عندناش المشكله دي خالص. هتلاقي الحاجات دي بتبقى بتلعب على هرمونات الشبع والجوع. خلينا نتفق على حاجه، ان اهم حاجه في اي دايت اظبط اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم كده هرمونات الشبع والجوع. لو انا ظبطت الاساس زي كده اجي ابني عماره. أيوة. لو الاساس بتاعها تمام خلاص كله. أيوة تمام، خلاص بعد كله تمام، اللي دور بعد كده ابني براحتك. فنفس الكلام المناعه الجسديه لما بتتاسس وهرمونات الشبع والجوع بتتاسس صح، بلاقي نفسي بخس بطريقه طبيعيه وامنه. فارجع تاني واقول ان قشور بذور السليم لما تحسسني بالشبع فتره كبيره وقادره تسيطر لي على الجوع، معدتي ايوه هتبتدي تتظبط والهضم هيتظبط والهرمونات تبتدي تتظبط وتسمع بقى، هتتعود على أيوة طريقه معينه الطريقة تمشي بيها. وعايزه اقول لك كمان اسمع جسمي، اسمع جسمي، دي مش حاجه سهله خالص. في ناس بتفضل تاكل 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 لحد تقول لك مش قادره احط أتنفس. حاجه في بقي خلاص أنا هو ده في ساعتها بحس بالشبع. دي مشكله كبيره قوي. فاقراص الاناسيليم تخليني شبعانه فتره كبيره، اقدر اسيطر على الجوع واقدر اخده بعد ما اخس الوزن اللي انا عايزاه. ارجع لسؤالك اللي هو ينفع اثبت. أيوة. ينفع اخده كمكمل غذائي. خلاص بقى انا وصلت. التثبيت بقى بياخد له وقت قد ايه؟ على فكره انا عايزه افكركم ان الصور اللي حضراتكم شفتوها معانا انا ومنى دي دلوقتي كلها صور حقيقيه، وكلها حصاد سنة 2022 لكورس الأناسيليم من وان دايت. عايزاكي تقولي لي كده الوقت اللي محتاجاه عشان أثبت قد إيه؟ خلينا اللي هو جسمي يبقى فاكر أنا عملت إيه ومحتفظ بيه. في ناس عايزة تخس في 3 شهور،
محتاجه وزن اللي هو مثلا قلنا من 10 15 كيلو في شهر، احنا بنخسس مع كورس الاناسوليم مثلا. الناس في ناس محتاجه 3 شهور، في محتاجه 4، في محتاجه 6، كل واحده على حسب الوزن بتاعه. ادي اول نقطه. طب انا خلاص وصلت بقى للوزن اللي انا عايزاه، الوزن اللي انا عايزاه اثبت في قد ايه؟ اتفقنا ان احنا عندنا فريق طبي متخصص متابعه مجانيه، حط تحتيها من الخط دي عشان هتفرق قوي، مهمه قوي. اقدر ارفع السماعه اي وقت واكلم بالعكس الفريق الطبي، ده هو اللي هيتواصل معاكي كمان، انت مش محتاجه انك انت تتصلي وتجري وراهم ولا اي حاجه، هم اسبوعين بيتفقوا معاكي على ميعاد واسبوعين بيتصلوا بيكي ويهتموا بيكي. تخيلي الاهتمام ما بيطلبش من الاخر طبعا. احنا الاهتمام بيجي لنا لحد عندنا من كرسي الانس اليوم. بتوزن يعني هيتابعوا معاها انت نقصتي كام الاسبوع طبعاً. ده انت عملت ايه الاسبوع أي ده؟ مشاكل واجهتها كمان. طب افرضي عكت في النص، هتقول لهم برضو؟ ممكن يقولوا لها لا انا اقصد ان هم ممكن يقولوا لها ارشادات اكتر. ايوه طبعا. يغيروا لها الجرعات، يعني هيظبطوا معاها. ايه المشكله اللي بيسالوها؟ في اي مشاكل بتواجهك يا فندم؟ تقول له اه والله انا حصل لي 1 2 3 4. تقول لها اوكي ولا يهمك، احنا هنقدر ان احنا نظبط الجرعات كذا كذا على حسب الوضع اللي احنا بقينا فيه. زودي ده، غيري ميعاده. ايوه هم بيبقوا متابعين الحاله من الالف للياء. ونرجع تاني لموضوع تثبيت الوزن ده. اقدر اخد كورس الانا سليم حتى وانا بثبت وزني، وابتدي ان هم بيخففوه تدريجيا عشان الجسم يبقى خلاص يثبت. ودي تركايه مهمه قوي، ودي مش موجوده عند اي حد صدقيني. خدمه ما بعد البيع دي مش موجوده. انا عارفه انا بقول لك ايه كويس، احنا محققين نجاح عشان خدمه ما بعد البيع. بديك الكورس واهتم بيكي ما بعد انك انت اخذت الكورس، مش اديتك الكورس وخلاص شكرا ما اعرفكيش ابدا. بالعكس احنا بنتصل بالفريق الطبي المختص، بيتصل بالعميل اسبوعين ويهتم بيه مجانا. يعني عندي شحن مجاني وعندي خصم 50%، والعرض بتاع النهارده هتاخدي 2 كورس. ده عرض راس السنه يا جماعه، الحقوه ده. أيوة. مش السنه الجديده مش عرض، يعني ده عرض بقى الصحاب، عرض العيله، عرض انا وسلفتي، انا وبنت خالتي، يلا انا وماما، يلا نخس مع بعض، يلا نخس مع بعض ونشجع بعض. عايزه اقول لك ان حرفيا لما بلاقي حد بيحفزني واحنا الاثنين داخلين كده في منافسه شريفه، والاصحاب على فكره والاصحاب والله بيحبوا جدا كده، يعني يروحوا مع بعض ياخدوا الكورس، يروحوا مع بعض للدكتور يعني في العادي. طب احنا كده بقى هنبقى مع بعض، وفرنا لهم كل حاجه، واحنا بنوفر لبعض كمان. ايوه الناس والله صدقيه في الشتاء لاكلوكها والكابشو بتاعها وعايزه مش عايزه تنزل من البيت، فاحنا نوفر لها الموضوع ده وتطلب الكورس. قالوا انا عايزه الكورس، هيجي لها لحد البيت، شحن مجاني وخصم 50%. لما يطلبوا 2 كورس هياخدوا الثالث مجانا. يعني هنقدر نخس من 10 ل 15 كيلو في شهر واحد بطريقه طبيعيه وامنه، وكورس مصرح من وزاره الصحه المصريه، ونضيف عليهم كمان انه امن من اول سن 12 سنه لحد سن 70 80 سنه. هظبط المناعه الجسديه، واقدر ان انا اكون شبعانه فتره كبيره، واقدر اسيطر على مشكله الجوع اللي حرفيا مبوظه كل الدايت بتاع اي حد، وهشد الترهلات بتاعتي بطريقه طبيعيه وامنه، وكمان هظبط المناعه الجسديه بتاعتي في فيتامين سي وزنك وكمان فوليك اسيد وحديد تمام وبي 12. كل دول موجودين في سامرون اللي هو المنتج الرابع بتاع كورس الانس اليوم. وحرفيا بقى الشعر ده بيقع وقت الدايت طبعا، عشان كده وفرنا دايما اللي بيعمل ريجيم اول حاجه بتقع شعر. ايوه عشان كده وفرنا الستات والرجاله على فكره. اه والله احذروا الصلع من الريجيم. اه والله بجد حرفيا بتلاقي الراجل شعره فدي كده وشكله مش لطيف وابتدى ان هو يزلح. ايوه نقدر نطلب الكورس عن طريق صفحه وان دايت اللي هي مكتوبه بالعربي وبالانجليزي. نقدر نتواصل، الفريق الطبي المختص هيرد علينا في الرسائل، او نتصل بالارقام اللي ظاهره على الشاشه دلوقتي دي، عليها واتساب وعليها مكالمات. وارجع تاني للهدايا، احنا معانا هديتين، يعني 4 منتجات وهديتين عباره عن شامبو لوقف تساقط الشعر وكمان سيرم لوقف تساقط الشعر. تعالي دلوقتي هاتي لي شامبو لوقف تساقط الشعر شوفي سعره كام. هيبقى معدي صح؟ وهاتي بقى كمان يقول لك ايه السيرم لوحده والشامبو ده ما بيوقعش الشعر، اصل ده بيعالج سقوط الشعر، فاضرب بقى في الاسعار. الاسعار بجد دلوقتي بقت اخر حاجه واحنا بنتكلم اكدي لي عليها قبل ما اشكرك يا منى واقول لك كل سنه وانت طيبه. التصريح من وزاره الصحه. ايوه احنا قلنا ان احنا عندنا 4 منتجات كورس الانا سليم اللي هيخليني شبعانه فتره كبيره واقدر اسيطر على الجوع وهشد الترهلات ويعلي لي مستويات الحرق، وكمان في فيتامينات ومعادن زي الحديد والزنك والحاجات الحلوه اللي انا قلتها دي، وكمان هديتين شامبو سيرم لوقف تساقط الشعر، وكمان خصم 50% وشحن مجاني لجميع انحاء الجمهوريه، ومتابعه مجانيه مع الفريق الطبي، خصم 50% لما اطلب 2 كورس والثالث مجانا ومصرح من وزاره الصحه المصريه. كل سنه وانت طيبه يا منى، كل سنه وحضراتكم كلكم طيبين وبصحه وبسعاده. يا رب 2023 تبقى سنه لطيفه
خفيفة ظريفة الله بإذن الرحمن. ويكون كلها سعادة وهنا واطمئنان لكل العالم كله. طبعا منا ياسر بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا النهاردة، وبشكركم على متابعة آخر حلقات 2022. مرة تانية كل سنة وانتم طيبين، أشوفكم بكرة بإذن الله وحلقة جديدة ويوم جديد وسنة جديدة وست الستات. باي.